الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، احمده لا احصي ثناء عليه، وكما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين، لا اله الا هو الرحمن الرحيم، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان خير ما عمرت به الاوقات واشغلت به الاذهان واستعمل فيه الانسان قواه ان يحقق العبوديه لله جل في علاه، فانه انما خلق لعباده الله، وعباده الله ليست محصوره في صوره ولا مقصورة على عمل أو حالة، بل هي حال الإنسان في كل تقلباته وفي كل أحواله. وإن كان راشداً عمر عمره كله في طاعة ربه، كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمؤمن الراشد هو الذي يعمر وقته في ما يرضي ربه قائماً وقاعداً وعلى جنب في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في كل شؤونه يرجو رحمة الله تعالى ويتقرب إليه بما يرضى به عنه. وإذا وفق العبد إلى هذا فإنه قد يسر الله له سبباً يحقق به عبودية الله وينال به رضاه. ولا تظن أيها الإخوة أن تحصيل رضا الله عز وجل أمر عسير ودونه مشاق وعناء، بل رضا الله جل في علاه يدركه العبد بأيسر الأسباب إذا صدق في الرغبة. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل الأكلة فيحمده عليها. هل بعد هذا من عذر في ترك رضا رب يرضى من عبد أن يأكل أكلة فيقول الحمد لله ويشرب شربة فيقول الحمد لله؟ هل رضا الله أمر صعب؟ هل هو عسير؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد في تحقيق رضا الله عز وجل، فإنه من أرضى الله رضي الله تعالى عنه، ومن سعى في طاعته يسر الله له رضاه، ومن رضي الله عنه قبله ووفقه وأسعده وأعلى منزلته وشرح صدره وأنار قلبه وقبره وبعثه يوم القيامة آمناً، فإنه لا أمن يوم البعث والنشور إلا من أتى الله بقلب سليم. أعاننا الله وإياكم على طاعته، وسلك بنا وإياكم سبيل هداه، ووفقنا إلى نيل رضاه، وجعلنا من حزبه وأوليائه. اللهم آمين. اللهم صل على محمد.